دشن في العاصمة المؤقتة عدن فعالية حملة تحصين ضد مرض الكوليرا التي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، وتستهدف 5 مديريات بحضور القائم بأعمال محافظي محافظة عدن. برعاية الدكتور ناصر باو وزير الصحة العامة والسكان، دشن الأخوة الأستاذ أحمد سالم ربيع القائم بأعمال محافظ محافظة عدن، والدكتور رشاد شايع وكيل محافظة عدن، والدكتور علي الوليدي وكيل قطاع الرعاية الصحية فعالية حملة التحصين ضد مرض الكوليرا في العاصمة المؤقتة عدن، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، والتي تستهدف 5 مديريات صيرة خورمكسر المعلى التواهي البريقة. حقيقة الدور اللي قم به أخواننا في الصحة دور كبير جدا لمكافحة ومقاومة هذا المرض الخطير الذي يأتينا من خارج المحافظة بالحقيقة، فهو من النازحين أو اللاجئين من القرن الأفريقي الذين ينقلون المرض ويصاب به أبناء المحافظة. احنا اليوم نتأكد أن اللقاحات تقوم بالنشر وتوعية كاملة في جميع أنحاء المحافظة من المدارس والمرافق الصحية والمرافق العمل برضه، لتأكيد أن الجرعة الثانية من هذا اللقاح تكون فعالة وتكون بالمستوى المطلوب في مكافحة هذا المرض الخطير. المستهدفين في هذه المديريات هم أو عدد المستهدفين في المديريات 470 ألف، لكن الذين سيكون لهم الجولة الثانية أو الجرعة الثانية هم عددهم 269771 في هذه المديريات الخمس، الذي هي مديرية التواهي والمعلة وكريتر وخورمكسر والبريغة. مكتب الصحة العامة والسكان بعدن عمل خلال الفترة الماضية على الإعداد الفني والإداري للحملة، ونفذ سلسلة من التدريب للمشاركة في الحملة، وعزز دور الإعلام والتثقيف الصحي في التعريف بأهداف الحملة. اليوم احنا بتكليف من الأخ القائم بالأعمال في المحافظة الأستاذ أحمد سالمين، جانا للمشاركة في هذه الحملة التي بدأت من مديرية التواهي وتستهدف أيضا مديرية المعلة وكريتر وخورمكسر والبريغة. أهمية اللقاح اللي نتابع كافة المواطنين والأطفال الذي استلموا الجرعة الأولى، اليوم الجرعة الثانية هي تكملة للجرعة الأولى وتكون هناك مناعة دائمة. كلنا أخذنا اللقاحات اليوم، ونتمنى طبعا للجميع الصحة والتوفيق. من جانب آخر، تفقد الأستاذ أحمد سالمين برفقة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان مركز الطوارئ والتوليد بمديرية التواهي، واطلع على سير العمل فيه ونوعية الخدمات التي يقدمها للمرضى، كما استمع إلى جملة من الاحتياجات اللازمة لتطوير المركز لكي يقوم بعمله على أكمل وجه. حضر حفل التدشين الدكتور جان لوك رئيس قسم الطوارئ لمنظمة الصحة العامة لدى بلدنا، والدكتورة نهى محمود مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن، والدكتور محمد إسحاق مدير مكتب منظمة اليونيسف بعدن. التزام المواطنين مع فرق التحصين الميدانية دليل على تنامي الوعي الصحي بين شريحة المجتمع اليمني. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.